بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي لكم تحياتي. أبنائنا طلبة الصف الأول الثانوي لغات، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد وقناة النورانيوم وحل أسئلة كتاب المعاصر. هنكمل بإذن الله أسئلة للستادي بارت 2 وهنبدأ بنمبر 19. بيقول لي on testing an aqueous solution with methyl orange and phenolphthalein indicators they give the results which are illustrated in the opposite table. What is the approximate value pH of the solution؟ هنا الانديكيتور مع المثال اورنج الكالر مع المثال اورنج ادى مع السولوشن ادى لون يلو، مع الفينولفثالين ادى لون بينك. المثال اورنج بيكون يلو في البيزك ميديوم والفينولفثالين بيكون بينك برضو في البيزك ميديوم، يبقى البي اتش هتكون مور ذان 7. عندي الارقام 6 و7 و2.7 وعندي 11.7، يبقى الرقم الاكبر هو 11.7، يبقى ده الابروكسيميت فاليو للسولوشن اللي معايا. Number 20 بيقول لي which of the following is a property of the weak acidic aqueous solution only. هل it changes the color of all chemical indicators؟ اي حد عنده acidity property يغير لون الـ solutions على حسب هو مين الانديكيتور. Has pH value less than 7 and higher than 2؟ الاسيد بيكون less than 7، وكل ما يكون الاسيد ده قوي كل ما يكون قريب من الزيرو، ويكون ما يكون كل ما يكون ويك يكون قريب من السفن. هل رياكت وذ امونيا سولت فورمينج امونيا جاز ولا رياكت وذ ذا اول بيزس فورمينج سولت اند ووتر اونلي؟ طبعا الاجابه الادق هتكون هي ليتر بي، انه يكون البي اتش بتاعته اعلى من 2 بس اقل من السفن. نمبر 21 بيقول لي which of the following equally concentrated solutions has lower pH value. طيب هل امونيا سولوشن ولا اسيديك سولوشن ولا ده اسيديك اسيديك اسيد سولوشن ولا ليتمس ولا سوري ولا ليثيوم هيدروكسيد سولوشن ولا نيتريك اسيد سولوشن؟ اقل بي اتش اقوى اسيد، اقوى اسيد هنا عندي مين؟ هل الامونيا؟ لا ده الامونيا ده بيزك اصلا اكبر من السفن. هل الاسيتيك اسيد؟ هو اقل من السفن لكنه مش سترونج فبالتالي بيكون قريب من السفن. ليثيوم هيدروكسيد ده بيز يعني اكبر من السفن. النيتريك اسيد سولوشن ده اسيد وسترونج اسيد يعني ده اقل فاليو للبي اتش، فيكون الاجابه هي لتر دي. بي اتش فاليو اوف 0.1 مولر ان اي او اتش سولوشن، هل 0.1 ولا 1 ولا 8 ولا 13؟ اولا ال ان اتش ده ايه؟ بيز، يبقى اكبر من السفن، يبقى لتر ايه ولتر بي مش معانا. انا يا سي يا دي. طب بما ان هو سترونج يبقى الرقم يكون قريب من ال 14 قريب من ال 14، يبقى الانسر هتكون هي لتر دي. طيب on adding distilled water to test tube containing sulfuric acid whose pH value equal 4 it's possible that the pH of the dilute solution becomes. بص يا ابني، اولا السلفوريك اسيد ده سترونج اسيد، تمام تمام. هل اضافه الميه اليه هيقل هيزود الديسوسيشن بتاعه او الايونيزيشن؟ لا، لان هو من اول مره بيتفكك خالص. طب انا بالتالي مش هغير تركيز الاتش، لكن لما تحط ووتر ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل كالاتي، انك هتزود الفوليوم، فلما تزود الفوليوم فبالتالي تركيز الهيدروجين التوتال هيقل، فبالتالي هيخلي البي اتش يزيد، فهنا البي اتش هتزيد. طب ماشي، البي اتش هتزيد عن 4 يعني تبقى 8 مثلا؟ استحاله. ليه؟ انا خففته هيبقى اسيد برضه، يعني انا لسه مش هزيد عن ال 8، فهاخد الرقم من البي اتش الاعلى من 4 بس طبعا ما يزيدش عن 7، فهتكون الانسر هي لتر سي فيكون 6. طب يا مستر انت قبل كده قلت لنا لما حطينا نيوترال سبستانس زي ال ان اي سي ال ما غيرتش البي اتش، ليه هنا؟ طب ما انت حاطط هنا هحط مثلا ووتر، طب ما الووتر نيوترال، ما ده نيوترال وده نيوترال. اقول لك لا، الووتر هيزود الفوليوم بتاع السولوشن، لكن لما دوبت الصوديوم كلورايد هو داب جوه السولوشن اصلا ما غيرش الفوليوم، عشان تاخد بالك بس من الفرق من الاثنين. طيب المساله اللي بعديها بيقول لي which of the following choices represents the concentration of H positive ions and pH value of formic acid aqueous solution compared to hydrochloric acid. يعني formic بالنسبه للهيدروكلوريك، الهيدروكلوريك الفورمك ده بيكون ويك اسيد، فبالتالي تركيز الاتش فيه بيكون قليل والبي اتش بيكون عالي. احنا درسنا وقلنا ان البي اتش اوبوزيت لتركيز الاتش، يعني كل ما يزيد تركيز الهيدروجين كل ما يكون كل ما يزيد تركيز الهيدروجين يكون الاسيد ده قوي، فبالتالي بيكون البي اتش قليل، والعكس صحيح اند فايس فيرسا. فهنا بالتالي هيكون عنده التركيز الايونز قليل لكن البي اتش بيكون اعلى من الهيدروكلوريك اسيد. طيب
Which of the following graphical figures represents correctly the relation between the concentration of hydrogen ions and that of OH ions؟ طبعا احنا عارفين ان كل اي solution في H وفي OH، فلو تركيز ال H زاد ال OH يقل والعكس صحيح، فبالتالي بتكون inverse relation، فتكون ال answer هي letter A. السؤال اللي بعده، Which of the following statements represents correctly two solutions of sodium hydroxide and ammonia which have equal volumes and concentrations؟ sodium hydroxide solution is، sodium hydroxide ده strong والأمونيا weak، هل has lower ability to conduct؟ لا طبعا هو strong يبقى بيوصل أكتر، يبقى إيه غلط؟ contains hydrogen ions concentration higher؟ لا ده base أصلا، يعني الـ OH هو الأعلى. letter C، has pH value higher than that of ammonia؟ ليه؟ لان ده سترونج بيز، يعني البيتش بتاعته عالية جدا، لكن الويك بيز بيكون البيتش بتاعته اقل منه سيكا، فالاجابة هتكون هي لتر سي. طيب السؤال اللي بعده، On adding drops of methyl orange indicator to both X and Y solutions the color of X becomes red while that of Y becomes yellow، which of the following choices is correct؟ الاول هو الميثيل اورنج بيكون ريد فين؟ الميثيل اورنج هيكون ريد ده لو كان اسيد. طيب امال الواي ده اللي بيكون يالو؟ تاني، الميثيل اون ادينج دروبس اوف ميثيل اورنج انديكيتور تو بوث اكس اند واي سولوشنز، عند اكس وعند واي الاولاني اصبح لونه ريد ده معناه ان هو اسيد، والتاني اصبح لونه يالو ده معناه ان هو بيز. طيب لما اجي احل بقى، هنا احنا اتفقنا الاكس ده اسيد، هل ال pH lower than that of Y؟ لان الاكس ده اسيد والتالي ده بيكون بيز. طيب السؤال اللي بعده، فبالتالي ده لتر A او B صح. طيب تعالى نتكلم على اللي بعدها، عند ال pH value of the solution X is higher than that of Y، ما احنا لسه متفقين ال pH اقل، فبالتالي احنا لسه برضو مع A ومع B. طب لتر C بيقول، او ال choice الثالث يعني، بولين الهيدروجين كونسنتريشن ان سولوشن اكس از لور؟ لا طبعا. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الاكس ده اسيد فالهيدروجين عنده اعلى، فبالتالي هتكون الاجابه هي لتر بي. تاني، انا عندي تو سولوشنز اكس اند واي، وحطيت على الاثنين دروبس من الميثيل اورنج، واحد اصبح ريد وواحد اصبح يلو. اللي اصبح ريد ده افهم ان هو اسيد يعني تركيز الهيدروجين عنده عالي، واللي اصبح يلو افهم ان هو بيز يعني تركيز الهيدروكسيل عنده اعلى، فبالتالي الانسر هتكون هي لتر بي. نيجي نتكلم بقى على الاسي كويستشنز، بيقول لي كلاسيفيكيشن اوف اسيدز اند بيزز، ده اول تايتل هنتكلم عنه، وقدام مني جدول كده، اسيد اكس واسيد واي بيفور ديزولفينج ان ووتر وافتر ديزولفينج، بعد الديزولفينج هتلاقي ايه اللي حصل؟ هتلاقي بدا يحصل ايونيزيشن، اوكي، لكن في الاكس الايونيزيشن كان كتير، يعني كل المولكيولز دي اتحولت لاينز، ولكن الواي جزء بس من المولكيولز اصبح اينز، افهم من كده ان الاكس ده سترونج اسيد، اما الواي ده ويك اسيد. بيقول لي which of the two acids x y represent a monobasic weak؟ monobasic يعني اللي بيدينا 1H، وفي نفس الوقت ويك يعني مش كل المولكيولز تبقى اينز، واضحه جدا من الرسمه ان هو هيكون واي، يبقى هنا واي هو ده الويك monobasic acid. طب لو قال لي ليه؟ هقول له ده اولا لان هو partially ionized، يعني كميه الاينز او كميه المولكيولز اللي اتحولت لاينز قليله. ليه؟ لان خرج هنا برضو بعد ما حصل ديزولفنج لسه في مولكيولز اهيا وفي شويه اينز صغيرين. السؤال اللي بعده، بيقول لي formic acid is extracted from the first time for the first time from ants، يعني بيستخلصوه من النمل، وده اللسعه بتاعت النمل. So it's called formic أو formica in Latin means ants. هو أصلا إن شاء الله في الثانوية عامة ما تدرسوا الأسيدز هتعرف إن الفورميك أسيد ده أول مرة استخلصوه من الكراشد أنت، من النمل المطحون، وكلمة formica في اللاتين لانجوج معناها أنت. هنا why is formic acid is an organic؟ إحنا اتفقنا إن الأورجانيك ده عنده أورجانيك أوريجين، يبقى أقول because it is derived from organic origin اللي هو الأنت. طيب number two بيقول لي is it is aqueous solution of formic acid is good electrical conductor؟ بما انه weak، بما انه organic يبقى هو weak، يبقى بمعنى كده ان الionization بتاعه بيكون weak، يعني كمية الاينز اللي عنده بتكون قليلة، يعني يا عيني غلبان على قده ما بيوصلش الكهرباء، يبقى اقول له no because it is partially ionized، يعني عدد الاينز اللي فيها بتكون قليلة، so it is bad conductor of electricity. اللي بعده بيقول لي the opposite figure represents that the solution of MOH in water،
Which theory of those which describe acids and bases can explain the behavior of the substance MOH in water؟ هي الـ M اتفككت لـ M positive، الـ MOH اتفككت لـ M positive و OH negative. مين الراجل الطيب اللي قال ان هنا لما يدوب في الوتر ويدينا واتش؟ اكيد ده بيز، يبقى ده الحاج ارهينيوس، ده ارهينيوس ثيوري. What is the difference between the aqueous solution of the substance MOH and the ammonium hydroxide؟ اولا لو لاحظت هنا هتلاقي الـ MOH هنا completely ionized، لكن الأمونيوم هيدروكسيد دي partially ionized يعني weak. فهنا بقول ان MOH is a strong base and good conductor of electricity لان هي completely ionized. اما الـ NH4OH ده weak base and bad conductor of electricity، ليه؟ لان هي partially ionized. طيب number 31 بيقول لي the salts، نجيب قلم الليزر، بيقول لي the salts of the opposite acid are used in medicine and in dyeing textiles. هنا أول حاجة what is the number of the basicity of this acid؟ البازيزيتي عدد الكربوكسيل جروبس، دي واحدة ودي التانية، يبقى عنده اتنين، وده داي بيزيك أسيد، يبقى هنا داي بيزيك. تمام. mention the difference between this organic acid and the mineral sulfuric acid. طبعا ال ده organic، ده كده داي بيزيك ماشي، وال sulfuric acid ده بيكون مونو بيزيك. يبقى هنا هقول because it is weak acid while sulfuric acid is a strong acid. طب ليه؟ لان ده organic. organic ليه؟ لان فيه الكربوكسيل جروب، الكربوكسيل جروب ده اللي هو فيه COOH ده داي بيزك، اما السلفوريك بتاعنا هو برضو داي بيزك، بس ده الاسيد اللي قدامي ده اللي هو الاورجانيك ويك وبارشلي ايونايزد وباد كوندكتور الكتريستي، لكن السلفوريك اسيد هو داي بيزك بس ده بيكون good conductor of electricity و completely ionized. يبقى هقول هنا mentions the difference، هقول كده weak acid while sulfuric acid is a strong acid. هقول ان ده organic acid اللي هو الرسم اللي قدامي، لكن السلفوريك ده mineral. الorganic acid ده weak لكن السلفوريك acid بيكون strong. لو جيت اقارن من حيث الالكتريكال conductivity هلاقي الorganic ده weak لكن السلفوريك ده good conductor of electricity. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي the periodic acid is a weak acid while perchloric periodic acid is a weak acid while perchloric acid is a strong acid. write the empirical formula of the perchloric acid. البيروكلوريك يا ولاد اللي هو من الاسم من الفورمولا قدام مني HClO4، تاني كده عندي اتشاية وعندي Cl وعندي 4O، يبقى HClO4. mention the similarity between the two acids. فين السيميلاريتي بين التو اسيدز؟ خلي بالك هنا، بص هنا HO، هنا HO، هنا 3O، هنا 3O، هنا I، وهنا Cl. طب فين السيميلاريتي بينهم بقى؟ قال لي both are monobasic. ليه؟ لان ده بيلوز H واحده وده بيلوز H واحده، فده monobasic. طيب number 33 بيقول لي write the balanced symbolic equations which represent the following reactions without writing the physical state of reactants and the products. اول حاجه iron 3 oxide with hydrochloric acid، barium hydroxide with sulfuric acid، lithium carbonate with nitric acid، calcium bicarbonate with hydrochloric acid، ودي الايكويشنز. ده الاولى Fe2O3 plus 6 HCl هدينا 2 FeCl3 plus 3 H2O، barium hydroxide BaOH by 2 plus H2SO4 هيدينا BaSO4 plus 2 H2O، lithium carbonate Li2CO3 plus 2 HNO3 هيدينا 2LiNO3 plus H2O plus CO2. اتفقنا ان اي اسيد مع اي كربونات بيدي صولت وبيدينا ووتر وبيدينا كربون دايكسايد. اخر حاجة كالسيوم بيكربونات CaHCO3 by 2 plus 2 HCl هيدينا CaCl2 plus 2 H2O plus 2 CO2. 34 بيقول لي the opposite figure represents an experiment which is carried out using two different acids which are 1 مولر HCl acid 1 مولر of acetic acid. هنا عندي انا بضيف الاسيد على البيسز من الكالسيوم كربونيت، طبعا بيحصل تفاعل ويطلع الكربون دايكسيد جاز. Which of the two acids would result in faster extinguishing of the candle flame؟ اللي يخلي الفليم تنطفي بسرعه اللي يطلع كميه كربون دايكسيد اكتر. طب مين فيهم؟ السترونج طبعا هو اللي هيعمل كده. يبقى هقول with HCl because it is a strong acid
وcompletely ionized, so it produces a large amount of carbon dioxide gas, so it extinguishing the candle faster. طيب detecting acid and bases بيقول لي سؤال نمبر 35 the following figures represent the change in the concentration of four compounds which are acids and bases on dissolving in water. طيب MOH اولا ده acid لما بيدوب في الووتر بيتحول ل MOH ده معناه ان هو ده strong base لان كل المولكيولز اصبحت ions. طب نمبر 2 HB خرجت HB برضو HOP ده معناه ان ده اولا ده اسيد بس هو على قد شوية يعني ويك اسيد. طيب نمبر 3 XOH يبقى ده بيز خرجت XOH و X positive و H negative يبقى ده ويك بيز لانه ما تفككش كله يعني partially ionized او incompletely ionized. ال H A ده اسيد وخرج H positive و A negative ده كله تحول لأيونز ده بيكون strong acid. طيب السؤال بيقول لي write the number of the figure which represents the ionization of ammonia solution وcompound whose pH equal 1 والcompound which reacts slowly with magnesium. الأمونيا solution الأول ده معروف ان هو بيكون weak base والcompound ال pH بتاعته equal 1 ده معروف ان هو بيكون strong acid والcompound اللي بيتفاعل slowly مع المغنيزيوم ده هيكون acid بس على قد شوية weak. compound whose pH equal 13 ده strong base. يبقى هنا لما اجي اقول الكومباوند البي اتش بتاعه 13 يبقى ده سترونج بيز يبقى ده نمبر 1. طب الكومباوند اللي بيرياكت سلولي مع المغنيزيوم ده هيكون ويك اسيد واللي هيكون عنده البي اتش ايكوال 1 او الامونيا سولوشن ده نمبر 3 ده اللي هو ويك بيز. اخر حاجه البي اتش 1 ده سترونج اسيد. طيب تعال نتكلم على السؤال اللي بعده نمبر 36 بيقول لي a chemical indicator of what you studied yields يعني produces a yellow color in basic medium what would be the color in the solution with ال pH equal 3. طالما هنا بيكون لونه بيكون يالو في البيزك ميديوم وال pH equal 3 يبقى ده بيكون لونه يبقى ده acid يبقى هنا بيكون red. طيب ال pH equal 7 يعني ده هيكون neutral ده هيكون الاورنج. ليه؟ لان انا بتكلم على الميثايل اورنج اللي لونه في الاسيد هيكون red ولونه في البيز هيكون يالو وطبعا لونه في الميديوم النيوترال ميديوم بيكون اورنج. 37 بيقول لي the opposite figure represented three experiments carried out on one solution whose concentration is 1 molar to test its electrical conductivity reactivity with magnesium and the color which it gives with a promethionine blue indicator. أول حاجة بيقول لي is this solution acidic or basic and how can this be indicated إزاي أعرف هو acidic ولا basic. بص كده في هنا كده ده البروموثايمال بلو لونه إيه؟ لونه يلو. البروموثايمال بلو بيكون لونه يلو في أنهي ميديوم؟ طبعا في الأسيديك ميديوم. يبقى هنا أولا بيتفاعل مع المغنيزيوم ويطلع لنا الهيدروجين بابلز. البابلز دي عبارة عن هيدروجين وبالتالي ده بيكون اسيدك. ليه؟ لانه لونه بيكون يالو مع البروموثايمال بلو يبقى ده اسيدك. ليه؟ لان هو بيرياكت مع المغنيزيوم ويطلع هيدروجين جاز بابلز والبروموثايمال بلو انديكيتور بيكون لونه يالو. بيقول لي از ذس سولوشن سترونج اور ويك. بص معايا كده لو بصيت كده على الالكتريكال كوندكتيفيتي بتاعت اللامب او اللايتنينج بتاعت اللامب هتلاقيها ويك فبالتالي افهم من كده ان هو acidic from weak electrolytes لان ال weak lightening of the lamp. طيب كده يبقى احنا خلصنا الليسن وعملناه على 2 بارس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر نور وقناة النورانيوم ونسألكم الدعاء